والآن نتحول إلى أهم أنباء المال والأعمال في نشرة السادسة. الجولة الاقتصادية ورجائي رمزي إليك رجائي. شكرا يوسف، شكرا ريهام. مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بدءا من الشهر المقبل، وأكد المركز على استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الأولى برعاية حتى 30 من يونيو القادم بقيمة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم أسرة واحدة و200 جنيه للبطاقة التموينية التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر و300 جنيه لأكثر من ثلاثة أسر أو ثلاث أسر بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 8 مليارات و500 مليون جنيه. أوضح المركز أنه يتم صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية من كافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وأيضا من فروع مشروع جمعيتي على مستوى محافظات الجمهورية. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عرضا معلوماتيا بشأن نجاح قناة السويس في تحقيق المستهدف منها في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي التي انتهجتها هيئة قناة السويس على مدار السنوات الماضية. وأوضح المركز أن قناة السويس حققت أرقاما قياسية غير مسبوقة على مدار تاريخ القناة خلال شهر يناير 2023. ارتفعت الإيرادات خلال شهر يناير بحوالي 47% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2022، كما ارتفع عدد السفن العابرة بحوالي 21.5% بالإضافة إلى ارتفاع الحمولات الصافية بنسبة بلغت 16.3% مقارنة بشهر يناير العام الماضي، وهو ما يعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية للهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي. شهدت محافظة الإسكندرية افتتاح مهرجان الإسكندرية للتسويق وأهلا رمضان لتوفير السلع بتخفيضات تصل إلى 30%. يأتي ذلك في إطار دعم الدولة لمواجهة المتغيرات في أسعار الغذاء عالميا وانطلاقا من حرص واهتمام الرئيس السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطن، لا سيما فيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية الأساسية وبأسعار مخفضة لحماية الأسر المصرية من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث تراجعت الأسعار وسط مخاوف من جانب المتعاملين من أن يتأثر الطلب بأي رفع مستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة بلغت 2.5% ليصل إلى 83 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 2.7% ليستقر عند مستوى 76.34 سنتا للبرميل، فيما تراجعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 2.71% لتصل إلى 2.72 دولار للتر، فيما هبطت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 4.77% لتسجل $2.28، ذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. استبعد محللون لدى بنك جي بي مورغان للخدمات المالية استبعد أن تخترق أسعار النفط مستويات $100 للبرميل هذا العام إلا في حالة وجود محركات جيوسياسية كبيرة. يأتي ذلك وسط احتمالات بأن تزيد أوبك بلاس الإمدادات وأن تتعافى التدفقات الروسية بحلول منتصف العام الجاري. أعلنت بلغاريا إرجاء هدفها المتمثل في الانضمام إلى منطقة اليورو
حددت العام 2025 موعدا جديدا، ذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي يحول دون اعتماد الإصلاحات اللازمة. وقالت وزيرة المالية روسيستا فليوفيكا، قالت إنه لم يتم التوصل إلى حل وسط في البرلمان البلغاري للتصويت على نصوص متعلقة بغسل الأموال أو صلاحيات البنك المركزي. كانت كرواتيا أصبحت العضو 20 في منطقة اليورو في يناير الماضي، ذلك بعد 7 سنوات من دخول ليتوانيا إليها. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى ريهام ويوسف، إليكم. شكرا رجائي.